البيت كلهم رافضين فكرة إنه البنت لازم تشتغل ولازم تثبت وجودها ولازم خلاص جلستي في تزوجتي ما عاد مش يعني ما عاد فيش حاجة أو غير متزوجة يعني ما بش داعي إن أنتي تحلمي أكثر من اللي قرأت الإعلان عن برنامج خديجة فحسيت إنه من هنا لازم أبدأ من هنا ما كان في إلا أمي تدعمني سهل يا بنتي الحياة كفاح طبعا تعلمت حاجات كثيرة أول شيء درسنا دورات كثيرة منها المحاسبة والتسويق والإدارة التدريب علمني حاجات كثيرة طبعا لما دخلت التدريب حاولت أرتب نفسي وأفكر في المستقبل الدافع القوي الذي خلاني أدخل برنامج خديجة أني كنت أشي أسوي شراكة أنا وصاحبتي في مشغل خياطة بس ما أناش عارفة المشغل كيف يعني على أي أساس أديره حسيتي أنا بعد ما دخلت البرنامج حسيت أن أنا تطورت في أفكاري ما كنت أعرف أن في حاجة اسمها ما أقولش أولويات أساسيات أحسب هذا إيش دخل إيش خرج إيش معي في الشهر إيش معي في المدري إيش فعرفت هذا كامل كامل الأساسيات حق المشروع اسم خديجة مستقى من اسم زوجة النبي عليه الصلاة والسلام أول سيدة في الإسلام وأول سيدة أعمال في الإسلام طبعا الفتيات يواجهن تحديات خاصة بالفتيات وأهم تحدي هو الصورة النمطية الذي يضعها المجتمع على عمل المرأة كونها تكون ممرضة أو مدرسة أو حتى طبيبة ولكن لا ينظر لها كسيدة أعمال وصاحبة شركة مثلا طبعا اكتشفت في التدريب إني طبعا من النوع اللي يستحي لأني طبعا درست من صف أول ابتدائي إلى صف ثالث ثانوي إحنا من عادتنا وتقاليدنا إنه ما نختلط مع البنات يعني في الدراسة فكنت دائما أدرس طبعا مع عيال لما دخلت التدريب كنا في قاعة مختلطة فحسيت لما كان في مثلا أسئلة أو يعني كنت أستحي يعني لما سألنا الدكتورة كنت لما أرد أستحي في البداية طبعا مش لحتى الآن طبعا شركائي اثنين واحد إبراهيم طبعا ولد عمي والثاني فيروز طبعا تقرب لنا العائلة طبعا مشروعنا مكتب تنسيق تميز لتنسيق المؤتمرات والحفلات والمهرجانات صراحة حياتي تغيرت بشكل عام بعد التدريب أصبحت واثقة من نفسي أكثر والحياة شيء مثابرة بجد متعة الاستكشاف إن أنا ما أبحث أشوف أسأل يعني مش أول كف واحد يأخذه ويجلس لازم واحد يثابر عشان يوصل للي يشتي يعني بما إنه إنسان يملك مشروعه الخاص إن شاء الله يكون مستقبله مزدهر لأنه ما يكونش في يعني ما يكونش في فضل أحد ولا مراعي المرتب ولا يكون شغلي الخاص فيه أشياء جد نفسي وجد شخصيتي وأمن نفسي وأمن أقول للشابات يحاولوا يتغلبين على العادات والتقاليد بالتفاهم وثقة الأهل فيهن يكسبين ثقة أهاليهن أولا ما يجلسنش مكتفات الأيدي وخلاص يعني أنا مرم ما خرجت ما سرش ما أجي ما لا تخرج تشوف العالم تشوف الناس تشوف المعاهد تشوف البرامج التعليمية طبعا الأحداث الأخيرة أظن أني أثرت على كل شخص في البلاد هذه أحب أقول لهم عن الشباب اليمني إنه شاب طموح ومتميز بس الظروف يمكن الظروف في بلادنا هي التي تحطم الشاب يمكن تحطمه فلذا يرجع يعني العكس أحب أقول لغيري من الشباب والشابات إنهم ما يستسلموش لأي وضع وإنه يعلموا إنه لكل خطوة يعني كل يعني حتى قصر أو شيء يبدأ بحجرة وكل يعني ما فيش خطوة كبيرة لازم واحد يبدأ خطوة صغيرة ولو حد لقي مشاكل لقي صعوبات يتجاوزها ويبدأ ويحاول يوصل للي يشتيه بس ما يتسرعش لأن التسرع هو اللي يخلي الإنسان يحبط أحلامي كبيرة
أحلامي إن أنا أكون سيدة أعمال كبيرة، أطمح إن أنا أفتح دار أزياء. أحلامي أن يكون أن تكون لي أول شيء بصمة في المجتمع، يكون ضاها الولي إنسان متميز، رجل أعمال كبير إن شاء الله. هذا من ضمن أحلامي الكبيرة، إن أنا أكون سيدة أعمال ناجحة إن شاء الله. فيما بعد إن شاء الله يكبر المشروع ونعمل له فروع، يعني في خطط نحن إن شاء الله، يعني ممكن نحن من حتى من الأرباح إن نحن نحاول نشتري قطعة أرض ونبني المشروع، لأن الإيجارات وهذا هي تشكل عبء. حسيت نفسي قوية، لي قيمة في المجتمع، زاد طموحي أكثر وأكثر. تعلمت أنه لازم أسوي لي بصمة في مجتمعي، لازم أسوي لي أخدم مجتمعي.